صباح الخير عليكم يا أحلى متتبعين فنين الغزالين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كدايرين؟ مع الصحة لاباس؟ ايوا خوتي، هاد النهار هذا اصبح ما عنديش الخبز في الدار. ايوا قلت نجرب معكم هاد الخبز، دار شريته من كولورايز، زوين بزاف بزاف. اي كنحطو في الريزيرف هكا، لما يبقاش ندير الخبز كنخشي في الفران دغيا دغيا وكيطيب، طيبين واحد نص طيبه. المهم صافي، هنايا خوتي وجدت الفطور ديالي، بغيت نفطر باش ندي ولدي للكره. ايوا دابا غادي نفطر ان شاء الله باذن الله، ومن بعد غادي نمشي نجمع الدار. راكو عارفين الروينه وتمارا كل نهار، هاد السياقه جميع الطوي الصابون داكشي اخوتي ما كيتقاداش، ولكن معليش واحد يدير شويه الكوراج. ومي كتكون الدار نقيه ومقاده الحمد لله النفسيه كتكون هي هذيك. المهم انايا غادي ندير زبيده وغادي نطيب البيض ان شاء الله باش نفطروا. عارفين نفس الروتين، الفطور لان الماكله كتطلع لينا في الراس بعض المرات، ما كنعرفو كاع باش نفطروا. هذا هو الخبز اللي شاركت معكم ديال كولورايت، زوين صراحة، زوين وكيعجبني، كيجي لذيذ بحال يلاه يعني يلاه خارج من الفران، واصلا هذاك يلاه خارج من الفران ولكن يعني بحال لي فخاش. المهم انا غادي نمشي نوصل لولدي الكره، عرفتي انا غاده نوصلو الكره حتى كنلقى السوق في الحومه ديالي، كيكون مره في العام. وعرفتي مشيت حطيتو دغيا ورجعت قلت غادي نمشي نبروفيتي ونصور لكم السوق ديال الحومه ديالي اللي كيكون مره في العام، كيديروه نهار الاثنين. المهم كيجيبوا فيه حويجات زوينين، ويعني ماشي القديم، كيجيبوا فيه حوايج جداد. انا غادي نساريكم انتم معايا، خليكم حتى الاخر ديال الفيديو، ونتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لايكات وشي كومونتير زوين بحال وجهكم. المهم كثروا غير لايكات باش يطلع الفيديو باش تقدروا يشوفوه عدد كبير من الناس. المهم شكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو، وش غنقول لكم، راني كنبغيكم بزاف بزاف، وانتم العائله ديالي اللي بغيت تكبر ان شاء الله باذن الله يا ربي يحقق لي الامنيه ديالي. المهم انا راني حطيت اسلام ولدي وصافي، هما كيتريني وغادي نمشي دغيا قبل ما يكملوا نرجع ان شاء الله نجيبو عاد نمشي نكمل الدوره ديالي في السوق. المهم ها نتوما معايا، نمشي نضرب بكم دوره وديك الساعه نرجع نجيب ولدي ان شاء الله باذن الله. اسمع غير حنا جدعان، وتسمع غير حنا لي سوبرمان، كيس بالكرت علي جان، صمتونا عين المكان. وانا مازال ليكي ما بكري، تسمع غير حنا جدعان، وتسمع غير حنا لي سوبرمان، واللي تعكيس بالكرت علي جان، صمتونا عين المكان. وانا مازال ليكي ما بكي، تسمع غير حنا جدعان، وتسمع غير حنا لي سوبرمان، واللي تعكيس بالكرت علي جان. المهم اخوتي حنايا وصلنا المارشي، قالك لي ما شريت نزه، اجينا نشوف هاد السويكات كاين في لي كولور صراحة. المهم ما بيهمش، كاين اللي زوين كاين اللي ما زوينش، على حسب كل واحد كل واحد الاختيار ديالو الذوق ديالو. كيديرو 25 أورو، وهاد الصار كيديرو 10 أورو. المهم عندهم هاد المارشي اللي مشيت له دابا، عندهم شي حاجات غاليين وشي حاجات رخاص، بحال هاد لي شوميز كيديرو 10 أورو. المهم زعما دير فيهم زعما سولد برومو 10 أورو. انا الصراحه ما خديت والو، خديت غير واحد السويك واحد الكسيوه عجبتني تما، عطاتني كارت فيزيت ديالها، قالت لي راه كيجيبوا الحوايج اونلاين. انا نشارك معكم ديك كارت فيزيت، قلب عليها في الساك ديالي ونشاركها معكم، فيها حوايج اونلاين كتقدي كيجيوك حتى للدار. المهم هنايا خديت هذاك، كنت بغيت ناخذ الاسلام واحد سنسله بحال الخيط وش لعيبه تاع اليدين، وقالت لي ما عنديش الصرف، قلت لها حتى رجع في الاخر كاع ما خديتهم كاع. المهم صافي ضربت الدويره وشفت هادو شحال زوينين، عجبوني فكروني في ايام زمان. عقلت البنات فاش كنا كنقسموا داك القليب على جوج، نص ليك ونص اللي عزيز عليك. انايا كنت كان عندي قسمته مع اختي، شحال هادي ايوا شحال هادي، راه فاش كنا صغار، دابا راه كبرنا، الله يكبرنا على طاعة الله ورسوله يا ربي. ايوا المهم اخوتي اش نقول لكم،
تمتعت في هذه الجولة في المارشي، عجبني الحال الله يلا. كنفرح من كيكونوا المارشيات حدا الدار، كنفرح بزاف. راكم عارفين شنو نقول لكم، الغربة ماشي بحال المغرب. المغرب فيما تتوحش السوق كتمشي له، كتحسي بالامبيونس، كتحسي بالجوزبين. انا اختي ما كاين لا جو لا والو، ما نكذبش عليكم، كاينش ما احسن من البلاد. الله كل واحد كيرتاح في بلادو، كيبان لكم الكذاب. المهم احنا كنتسارو في السوق، نتمنى يعجبكم التصوير ديالي والجوله اللي درت لكم، وهذا الشيء اللي كاين. انتم معايا في اخر الفيديو بالصحه والراحه المساريه مسبقا. حسره كي كانوا الحباب عندي في الضيق والشده يلموني، ماشي كل يوم ناديت عليهم واش يقولوني. ويا حسره ويا حسره كي كانوا الحباب عندي في الضيق والشده يلموني، ماشي كل يوم ناديت عليهم واش يقولوني. حسره كي كانوا الحباب عندي في الضيق والشده يلموني، ماشي كل يوم ناديت عليهم واش يقولوني. ويا حسره ويا حسره كي كانوا الحباب عندي في الضيق والشده يلموني، ماشي كل يوم ناديت عليهم واش يقولوني. شوفي الصقع اللي يطلب لي حري ورحلين بيا وريسا ورب ما يخدمه ويجيبه.
اخوتي خديت هاد الكسيوه هادي اللي غنوريكم دابا زوينه ورخيصه دايرين فيها برومو خديتها ب 30 اورو زوينه بزاف عجبتني وحتى في اللبسه ملي لبستها جاتني زوينه مريحه وطويله يعني ما قصيراش عاديه عجبتني بزاف خديتها والمهم صافي هادشي اللي خديت من داك المارشي خديت واحد الساك دابا شاركته معكم ديك النهار في مشتري بريمارك حتى هو خديت داك الطويل زوين عملي دابا ولا بزاف هكا مع الدراري وداكشي في السوارج وهادي خفيف المهم هنايا هذا كيديروا الريكلام لهذوك الطناجر والمقالي كيعطيوك طيبي باش تشوفي واش كتلصق ولا ما كتلصقش راسك اللي يجي كيطيب داك البانكيك ولا كيقولك جربي المهم صافي هادشي اللي كاين وهذا هو المارشي علاش انا كدرت لكم الموسيقى في هذا الفيديو حيت هادو بعدا سمحوا لي بعدا هادو الساك اللي قلت لكم اللي كنت خديت كانوا داير لهم 30 اورو ولكن في الاخر ديال السوق شريته غير ب 15 اورو مع كانوا صافي كملوا خديت ب 15 اورو هذا داير 12 اورو كان انا اللي كنت غناخد كانوا داير لي 30 اورو وماشي كل واحد الثمن ديالو بحال دابا كدوزي عند واحد كتلقيه داير ثمن كتمشي عند واحد اخر كتلقيه داير ثمن هاد الساك هذا 30 اورو مهم علاش ما كنشاركش معكم الاثمنه وداكشي ديال المارشي لحقاش غالي بزاف كاين شي حوايج زوينين مناسبين كاين شي حوايج غاليين يعني كنقول سي با لا بين نشارك معكم الاثمنه حيت غاليين يعني مهم الا بغيتو نشارك معكم الاثمنه جاوبوني في لي كومونتير والدنيا هانيه الا بانت لكم شي ملاحظه ولا شي حاجه قولوها ليا الدنيا هانيه انا كنتقبل جميع زعما الحوايج كيعجبني نستافد منكم وانا كيف ما كنبغي نفيدكم بشي حوايج كنعرفهم ما كرهتش نتوما تفيدوني الا بان لكم شي حاجه ماشي هي هذيك على الراس والعين مرحبا راني كنتقبل نصيحه ومن نصائح اخوتي كنزيد القدام من نصائح كنطور من حالي ومن راسي المهم شكرا لكم بزاف المهم هادشي اللي كاين اخوتي هاد المجازات كيخرجوا دوك الحوايج ديالهم لبرا صافي وهاد ورا ما هادي راه المجازا ديالها اللور يعني الحوانت ديال اللي كتبيع في داك الشراء موراها وهادو راه ما عندهمش حوانت هادو اللي جايين كيبان لهم شي سوق وكيجيو فهمت هادشي علاش ما ماشي كلشي عنده الحوانت تما انا صراحه باش طلع لي الدم هاد السوق كله لعب ديال الدراري والتخربيق انا ما كيعجبنيش هادشي كيعجبني داكشي زعما الا كان شي حاجه اللي تستفدني منها من اللعاب هادشي بزاف دابا ولاو كيعرفوا ان الدراري كيلصقوا في الالعاب وداكشي كيبقاو ولاو هما اللي ولاو دابا اي سوق هما اللي ولا بحال دابا هذا اللي صورت لكم ديال الفريز كان كيبيع الفريز شوكولا ب 4 اورو 5 اورو المهم باش نقول لكم راه كنت بغيت نصور لكم بلي ديتاي ولكن الدري ما خلانيش ولدي ما خلانيش هنا حوايج اللي بيبي حتى هما هادو ماركه زعما وغاليين دايرين يعني كل حاجه وثمنها بحال مثلا تقدر دي طاقيه ب 3 اورو الاخر عاوتاني ب 7 اورو كل حاجه وثمنها دايرين تماك عجبوني صراحه كنت بغيت ناخذهم ولكن قلت لمن ناخذهم ما كنعرف حتى شي واحد لمن ناخذهم صافي وحطيتهم هنايا كيبيعوا باستا هادي باستا كيبيعوها ما صافي كياكلوا الناس اللي بغى ياكل راه كياكل برا واللي ما بغاش ياكل ما عارفين الكور كياكلوا برا بزاف ملي كتكون الفيستا كتكون الدنيا عامره كيعجبهم هاد الاجواء هادو حيت ما عايشينش فيهم ديما كيشوفهم غير في الصيف ولا كان شي عيد المهم هادي مسكينه هاد اللي كتبيع هاد الحلويات وداكشي دايره لهم الريكلام دايره لهم الريكلام اللي بغى يشري وعاكا تعطي كارت فيزيت ديالها اللي بغى يصايب شي طارطه ديال عيد ميلاد داكشي صافي هادشي دارته مسكينه في السوق زعما باش لا بغى شي واحد المهم دايرين هاد موخيطو اللي بغى العصير داكشي ولكن هما صراحه فيهم لانكول المهم انا يا خوتي مشيت باش نجيب اسلام من سبور ديك ساعات نرجع نكمل معكم دوره لحقاش عطيت المارشي عامر بزاف وانايا ما كنتش عارفه مشيت له حتى العشيه ما نكذبش عليكم مشيت دغيا جبت اسلام ورجعت واحد الدنيا مطرطقه وهو كيكون الصباح بكري وانا ما كنتش عارفه بانه كاين حتى كنت خارجه ندي اسلام سبور حتى عرفت بانه حتى بان ليا بان الدنيا عامره داكشي قلت صافي راه السوق هنايا فلت ليا السوق كنت صورت معكم من الصباح ومنين مشيت درت ديك الدوره الاولى ما بان لي حتى شي حاجه يعني ماشي شي حاجه غير السكان واكثريه اللعاب ديال الدراري مع كانت عندهم هنا كيكون داك الكورس بحال دار السلام في الرباط كيكون داك الخياله والفروسيه وداكشي كيكون الدنيا عامه المهم شنو نقول لكم الدنيا عامره وما كانتش البلاصه كاع في مره صورت لكم تما كاين سوق ديك الزنقه حدا داري
ولكن ما كانش فين تحطي الطوموبيل. ما ولا انا شدرت حطيت الطوموبيل حدا الدار ومشيت بالبوسيت، رجعت بالبوسيت نصور لكم شنو بقى. واخا صراحه هاد السوق ما فيش شي حاجه اللي زعما يعني فيه ما يتباع يتشرى، زعما يتشرى حيت كلشي تقريبا غالي، قليل اللي كاين شي حاجه رخيصه. صافي ممكن كيبيعوا الماكله، كيبيعوا الكريب، كلشي صورتو لكم، داكشي كاع اللي كاين تما صورتو لكم. ايوا المهم اخوتي ما تنساوش ديروا لايك وابوني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد. ونتمنى ان شاء الله يكون عجبكم التصوير ديالي، وغير سمحوا لي راه ما كنبغيش نصور الناس وداكشي، كتلقاوني مصوره هكا هكا هكا، سمحوا لي بزاف على التصوير. ان شاء الله المره الجايه من تفتح لي الفرصه غنصور لكم كلشي بلي ديتاي. لحقاش دابا راه كنصور شويه، كنصور غير الطوابل ديال الحوايج الناس اللي كيبيعوا داكشي. المهم انايا راه حطيت الطوموبيل حدا داري وغادي على رجليا باش نكمل لكم النص ديال الشارع اللي ما كملتش، حيت ما قدرتش نصور كلشي، مشيت كنجري جبت اسلام وما بغاش يجي معايا للسوق، خليته في الدار، قلت حتى نمشي ناكل شي حاجه وعاد نديه معايا، لحقاش بيد ما يبدل حوايجو ويرتاح شويه ما عندوش مع السوق هو، عاد نمشيو ناكلو شي حاجه برا راك عارفين معليش وداكشي ما فيا ما نطيب. ايوا هانتوما معايا واش نقول لكم، كنصور لكم كنزرب نزرب حيت هذيك الساعه راها 6 ونص تقريبا 7 الا ربع، ومهم كان بقات لهم شي ساعه وغادي يجمعوا. ايوا هانتوما معايا اخوتي. دابا هنايا غنصور لكم النص الثاني ديال الشارع. هنايا كاينين لي برودوي ديال الطوموبيل، كيفاش المهم داك باش كيغسل الطوموبيل و داك البرودويات ديالها البروفيسيونيل، المهم داير ليهم تماك حاطينهم اللي بغى يشري. ايوا وصورت لكم صراحه عجبتني غير الطوموبيل داكشي ديال البرودوي داكشي خليته ليهم. المهم هنايا كنصور لكم داك لي بيجو، هذوك التريكويات دايرين 25 اورو، دوك هاد المضيل هذا ما عرفتش شحال الثمن ديالو بصح عجبني في دوك القطيطات. وهنايا دوك الحلقات زوينين صراحه، عجبوني هاد لي بيجو هادو فنين، ولكن غاليين 15 اورو 16 اورو 18 اورو 21 اورو. انا الصراحه ما شريت والو من هاد السوق، ما خديت حتى شي حاجه، خديت غير واحد الصاك واحد الكسيوه راني كنت لابسه، كنت غنشاركها معكم وما قدرتش نشاركها معكم. صافي المهم مشيت غير ضربت دوره كما قلت لكم، بغيت نصور لكم بروفيتي، وكان الجو زوين، كانت الدنيا عامره ما كتبش عليكم، يعني داكشي كان في واحد الحماس بحال المغرب، بحال المغرب ملي كنمشيو للمغرب كندورو في السوق ولا. المهم هنايا كاين الكسيوات كاين كلشي، هذوك المغازات اللي كاينين تماك في سونترفيل هما مخرجين الحوايج ديالهم، هما كيبيعوا الحوايج غاليين صراحه، كسوا كتوصل ب 2000 درهم 2500 درهم غاليين صراحه. هادو قرا كيديروا شي كيديروا 75 اورو ولا 65 اورو، عفوا 65 اورو، بصح بروكسل كيكونوا شويه رخاص، هما زعما حيت ما يعني كيقول لك كيبيعوا الكاليتي وداكشي. انا عجبني هاد الغوص وداك الخضيضر فنيوان صراحه كيعجبوني، كيجيو البرد كينفعو مستورين طوال، حتى المحجبات كيجيو فنين. المهم انايا هنايا كنت صورت الثمن 67 اورو، يعني المهم كي اللي غيجي رخيص كي اللي غيجي غالي، ولا واحد ولا قد جيبو. انا جاتني غاليه حيت ما عنديش فلوس، ما كان عندي فلوس ما تجينيش غالي، انا بعد مرة تعجبني الحاجه واخا كتكون غاليه كنشريها الا عجبتني بزاف لدرجه انني يعني شهوتي فيها، بصح الا لقيت ما احسن وشي حاجه رخيصه كنشري رخام، نقدر ب 10 اورو غادي نلبسها وتجيني زوينه. شي جاتني صراحه 67 اورو غاليه. المهم انا صورت لكم هاي الكريب، مشيت ناخذ الكريب كيعجبني فيما كنلقاه كنشري، باناكوك ديالهم بنين بنين بزاف. شو لا ماشين صورت لكم لا ماشين تبارك الله والسلام بالسرعه، فائقة السرعة يعني ما كيخدموش بيديهم غير بلا ماشين. شوفوا انتوما كيفاش كدير كتصرح، عجبتني عجبتني.
كنتسنى تزغد دوك الكريب باش نكمل التصوار باش نمشي في حالاتي تجي توصل النوبه ديالي وناخذ الكريب ونمشي. كيديروا فيه يعني كينقصوا فيه الثمن كيبيعوا واقيلا شي 10 ولا ما نعرف ب 5 اورو صافي وكي يعني رخيص بعد ما هما نورمالمون في المخبز باورو الوحده غالي ولكن هاد ملي كيكون في شي سوق ولا هادي كيكون رخيص كيكون 10 ب 5 اورو ولا 6 اورو انا نشوف الثمن نقول لكم هنايا نتوما شوف كنصور لكم كيخدموا تبارك الله بهاد لا ماشينه وما غير كيخليو كيطيبو كيهزوه. المهم هادشي اللي كاين بعدا هاد السوق هذا راه فيه الا جاك الجوع كاين لي بات كاين الفريت كاين بغيتي تدخلي تاكل عند مالي يعني مالي سناك بعدا برا كيديروا الفريت كيديروا ديك البيني ديالهم وديك اش كيقولوا لهم الحلوه كتباع في الزنقه. انا صورت لكم موخيتو حيت هما كيكونوا واقفين واخا السوق واخا ما كيشريوش كيبقاو واقفين مجمعين كيشربوا كيبقاو يهضروا عندهم الحياه هي ملي يكون الدنيا عامره. المهم صافي انا دابا خديت الكريب ديالي وغادي نمشي في حالاتي نكمل التصوير لكم. بغيت نشارك معكم هذيك لا ماشين زمان الحب طلت شوفين وصلنا قلبي ما يحن في قلب والناس ولا تخلانا كل شي يكذب ويخون ويرجع لك اللومة ما بقيت عارفة انا شكون الغالي من رخيص السومة فينك زمان الحب طلت شوفين وصلنا قلبي ما يحن في قلب والناس ولا تخلانا كل شي يكذب هذا اللي زوين بحال هذاك بابا كنيون زيدي لا يلا يلا نمشي يلا 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 شنو هذا؟ هذا مصلح سبيسيال لا هذا ديال ستريب تاع شنو؟ حظي غلطان لعبت بحالي لعبت تنت بالناس وهمان مشيت بنية طيبة صاحبة الوفي وخان بضربي الأحبة شلون تعلي بنيان وروح الناس غربان هذا ديال تريكو ولا بغيتي تهزيه ديري له هذا جو سيري دفعت كلشي خرج ها الماس راه حتى هو مخرج الحوايج شتي عاجي تشوفي هادو شوف هادو كيوت اح كنت غندفع عليهم الطبلة هادو زوينين باش يعطيهم شي واحد كادو شوفي هادي شحال زوينة شوفي كتسد شتي
منين منين صراحه واعرين واعرين حتى في الستايل وداك الشيء منين حوت مجفف بارد زوينين هادو هادو الاسلام زوينين ها الو اش بليف تو فيل ديزا دابين بنتي 25 اورو وحده لي قتلتيني انا بالزين والعقل اجي عندي ندير يديك بيديك نبغيك انا ونموت هذا 50 من هذا التقد ديال ماما هذا 50 واعره شوف شوف الموي الو زوينه واعره زوينه ثلاثة تمسي تخاف هذا وافل بتشري وافل مشكلة المهم انا يا خوتي صورت لكم هذوك لي بيجو ديال عندو واحد الطبله اخرى من غير ديك الطبله اللي صورت لكم قبيله بصح كاين شي حوايج زوينين كاين شي حوايج خايبين وعندهم الغلا صراحه مغلين بزاف بزاف هما ما هما ماشي هادو ما عندهمش مكازات تما غير جاوا يعني هادو من باكستان ما عندهمش صراحه شي حاجه يعني اللي عجبتني داكشي عادي نورمال كاين شي حوايج زوينين وكاين شي حوايج قلت غادي تشريهم وغيبقاو غير تسطاو لك في يدك ولا في عنقك فهمتي المهم كيلاش تضيع الفلوس على شي حاجه اللي يعني جالوق من غير هادو ديال الخيط زوينين بالنسبه للدراري ولا اللي كيدير هاد الشيء راه مزيانين ولكن بالنسبه ل تبقاي تشري في لي بيجو وانتي ما عرفتيش واش كاليتي ولا ماشي كاليتي غتضيعي غير الفلوس واحد اللي كيضيع فلوس في لي بيجو اللي ماشي كاليتي بلا ما يشريهم صراحة يخليهم تيجمع شوية الفلوس ويشري نقرا ولا يشري ذهب انا مبلية بلي بيجو ولكن هنايا كيكون دوك المارشي ديال الكوار ماشي يكون الكوار كيبيعو كنشري منهم علاش كيكونو كيبيعو الكاليتي ودايرين فيهم لي سولت عندي واحد الزواك شريهم من هاد المارشي دابا عامين عرفتي وكنغسل بيهم كلشي واعرين واعرين ديال بحال النقرا شريتهم غير 20 اورو المهم خوتي راني صورت لكم السوق كامل هنا راني قربت راني وصلت للاخر السوق لقيت هادو وعاد الحفله وداك الملاهي اللي دايرين صورت لكم واحد الفيديو غادي نحطو لكم المهم نتمنى يكون عجبكم السوق وعجبتكم الجوله اللي درت لكم المهم هانتوما معايا حتى الاخر ديال الفيديو شوفي السقع اللي تلبلي حريك راني صارلكم يا ولادي راه تنزلي باي باي خوتي راه كيبيعوا دوك كيبيعوا البايله كاينه بايله ديال الدجاج هي هذه اللي كتحرك فيها والبايله الاخرى ديال الحوت مهم هادشي اللي كاين صورت لكم الاجواء ديالهم كي دايره وفرحانين
حيت هادشي ما كيكونش ديما غير في الصيف ملي كتشمش عندهم. دابا راه تصورت الراره خاويه عرفتي، راه غير هاد الجو اللي كاين هنايا فما كيكري المدرسه وصافي. اما واحد الجو عندهم ممل، غير كل واحد داخل دارو، الخدمه الدار خدمه الدار صافي، حتى الويكاند كيخرجوا. المهم اخوتي هادشي اللي كاين. المهم هنا اخوتي راه صافي كملت السوق ورجعت، ما بقى والو، كاينه غير السهره والناس مخرجين الطوابل ديال الريستورو مخرجينهم برا، حيت هاد الشارع هذا ما كيعمرش، يعني ممنوع يعمر، حيت تما راه هاد البلايص من حاطينهم راه باركينغ ديال الطوموبيلات من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى. دابا حيت اليوم السوق سادين، ممنوع يدوزو الطوموبيلات، ممنوع يدوز شي حاجه، ديما كل عام كيكون هاد الاجواء بحال هكا، كيكونوا دايرين الملاهي وكيكل شي زوين، كلشي مخرج يعني طوابل ديالو لبرا، حيت كاين هاد السوق وكياكلوا برا وداكشي. الايامات العاديه ما كيكونوش هاد الطوابل هادو كاع، ممنوع. حتى هنايا كيكون باركينغ، كيباركيو الناس، كتكون الدنيا خاويه ماشي بحال هكا كيتمشاو، ولكن ديما هيا راه كاين بلاصه الباركينغ. المهم هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم الفيديو. ايوا وشاركت معكم كلشي. دابا انا غادي نمشي نجيب اسلام، وديك الساعه نرجع عندنا كلشي حاجه، وديك الساعه نشوف واش نمشيو للملاهي ولا نمشيو للدار، ما عرفتش على حسب اسلام شنو يقول، حيت كاينه هنا عاوتاني واحد السهره كيجاب واحد المغنيه عاوتاني، ولكن المهم ما عرفتش على حسب. انا بصراحه جيت عيانه، غادي نشوفو كسا، قلت لهم غادي نشوف شنو غادي نديرو. المهم هادشي اللي كاين، ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو بزاف. هادوك الغوص زوين بلا بزاف مات. هانتي هادو سي لافي زعما ديال البحر، شوفي هادي ديال البحر راه زوين. ماشي ضروري اللي من المولع بالسكن يقدر يخرجو، اللي مولع بالسكن يقدر يشري الساك ديال الطاسه ديال انا اخوتي. هاد المكان عادي 20 اورو كدير، كنت سولت اختي قلت لها راه 20 اورو واش جبات، قلت لي زوينه ممكن كنهضروا انا وياها وكنوريها هذوك المكانات. المهم باش نقول لكم على كل حاجه وثمنها، بصح ماشي ماركه عاديين، يعني ساعات عاديين كاينه 30 اورو 40 اورو 20 اورو كل حاجه وثمنها. تما هاد المارشي هذا هاد العام غالي، تقولي متفقين الارتفاع الاسعار والله الا. المهم كلشي طلع، الاثمنه طلعوا كلشي طلع، الله يلطف بينا وصافي. المهم انا درت لكم هاد الجوله وصافي، هادشي اللي كاين اخوتي. الغلا فهاد السوق الغلا، وحده وحداني قتلتيني انا بالزين والعقليه، جي عندي ندير يديك بيدي نبغيك انا ونموت عليك، او نزيد يا
ديالي ديالي غير عليك نخاف عليك ديما في بالي قلبي انا ديما فرحان ويا الغالي وحيت عنده بحالك حبيب انا وانا بغيت نشوفك ديما معايا فرحانة انا وياك عشرة طويلة جمعانا جمعانا عشرة طويلة جمعانا جمعانا وعديني تكون في جنبي تبغيني ديرك أنا في عيني مخبيك في قلبي ومن غيرك أنا ما عنديش أنا ما نبغي انا مشينا عند واحد مون بيتزيري حتى الدار كيدير بيتزا واعره صراحه زوينه حنا خلينا واحد بيتزا في خويا دماغ ونج وقت ديك باستا ديالهم قال زعما تجربها هما هادو راه حلال كيديروا كلشي حلال صافي هادشي اللي كاين اسلام خدا بيتزا مارغريتا عزيز علي بيتزا مارغريتا هنا اخوتي هيثم ما خلاش اسلام ياكل على راحته وطالع لنا فوق الطبله وحيح علينا نتوما شفتوا العربون ديال الدراري مهم بغيت نقول لكم غير بسلامة اخوتي هنا ساليت الفيديو ديالي شكرا لكم على المتابعة ان شاء الله نلقاكم فيديو اخر بسلامة